وسط أجواء التكافل، التونسيون يحتفلون بأول أيام العيد، ورئيس الجمهورية يجدد الدعوة إلى إعلاء قيمة العمل. جنود تونس، البواسل والوحدات الأمنية تحتفل بالعيد في مواقع عملها وفي المناطق الحدودية لتأمين سلامة الوطن، وكاميرا الأخبار تشاركهم الأجواء. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على منى في أول أيام عيد الأضحى، والبعثة الرسمية تسجل وفاة حاجين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم، نلتقيكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق للعاشر ذي الحجة من السنة الهجرية 1437، مناسبة تحتفي بها تونس مع سائر الدول العربية والإسلامية، وعبرها تتقدم مؤسسة التلفزة التونسية بتهانيها إلى الشعب التونسي بكل فئاته وإلى مشاهديها داخل أرض الوطن وخارجه، راجية من الله أن يعيد مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركة على تونس وعلى كافة الدول العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. إذن في أول أيام العيد نحرت عديد الأسر التونسية أضاحيها وسط أجواء من التكافل والتسامح والفرحة. فريق الأخبار رافق رب أسرة منذ ساعات الصباح الأولى. صلى صلاة العيد بين الجيران والأهل وغيرهم، ثم انبرى يعيدهم ببسمة منشرحة وقلب صاف أفرغه من كل شحناء أو بغضاء. فالعيد يوم للتراحم والعفو والتواد. وفيما كان كمال يؤدي فريضة صلاة العيد جماعة، انبرت فتحية تعد العدة لوليمة الشواء التي تحتفل بها العائلة ككل سنة، فأعادت السلطة المشوية لتبدأ عملية النحر حال عودة الزوج من المسجد. مصبيح نعم شوية سلطة مشوية كما كل عام هكيك على الفحم. شوف فيك حضرت زاد الكانون. أي هذاك الأولاني أول حاجة هذيك أنا نبداو بيه منو. ووسط عبق البخور وبالتهليل والتكبير ينحر كمال أضحية العائلة. ينفخ ثم يسلخ ثم يقطع من الخروف ما يتيسر. نخلو مقدار معناها لين يذبح الإمام ونذبحوا الأضحية نتاعنا، نحو نصيب اللي مش نتبر نصدقوا به وشوية مشوا الباقي من نجموا نقصوه كان شي نهار ثاني عيد. عندنا تعلم منه كيفاش نذبح كيفاش نسلخ في نهار آخر ما نحيرش. على رائحة الشواء وفيما الوالد والولد يعدان وليمته، تشتغل فتحية والبنتان في تنظيف أمعاء الخروف وأعداد الخضر والتوابل لتحضير الطبق الذي ينتظره الجميع. اسكو راجلي ساحلي نعملوا شوية عصبين ساحلي نولدو، وإحنا توانسة كان نعملوا شوية عصبين تونسي منا ومنا معناها. نقعدوا نعملوا جو ونتلموا صغار وكبار ومحلاها نحصلوا اللمة متاع العائلة. مجتمعين حول مائدة العيد الأولى، عاش أفراد عائلة كمال بن علي لحظات فرحة أحياء المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين من الله ألا يحرم منها أحد. وقبل ذبح الأضاحي أقيمت صلاة عيد الأضحى في المساجد والجوامع بكامل أنحاء الجمهورية وأمتها العائلات التونسية، وقد جدد الأئمة في خطبهم هذا الصباح التذكير بقيم التسامح بين الأسر التونسية وضرورة التزاور والتضامن وتوحيد الصفوف. وبهذه المناسبة أدى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع مالك بن أنس بقرطاج، واستمع إلى خطبة العيد، وبعدها توجه قايد السبسي بكلمة هنأ فيها التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه وعموم المسلمين في كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك، ودعا كافة أفراد الشعب إلى توحيد الصفوف ومزيد العمل للنهوض بتونس. جعله الله عيدا مباركا وعودة كل عام بالنفع والبركة على أبناء شعبنا. كذلك هذه المناسبة أن أتوجه إلى أبناء جيوشنا
وكذلك أبناء الأمن التونسي المرابطين بالجبال والذين يدافعون على أمن تونس وعلى استقرارها. وبمناسبة حلول السنة الدراسية لابد أن نتوجه إلى أبنائنا وإلى رجال التعليم بأن مستقبل تونس بيدهم، ونتمنى أن ينكبوا على التربية وعلى التعليم بكيفية تجعل الجميع يطمئن على تونس وعلى مستقبلها. وبالطبع هذه أيضا مناسبة بأن نتوجه إلى كل أبنائنا ونحثهم عن العمل، لأن بلادهم في وضع صعب ولابد أن نتضامن جميعا وننكب على العمل الصالح حتى نخرج بلادنا من الوضع الوقتي اللي هي فيه. وواضح أيضا أن تونس الآن قاعدة تسير في طريق صحيح، اخطت خطوات لا يستهان بها في الطريق الصحيح، ولذا فأننا نطمن شعبنا التونسي أن بلادهم إن شاء الله بفضل تضامنهم وبفضل عملهم وبفضل أيضا انتبابهم على العمل الصالح أن تونس إن شاء الله ستخرج في نسق تصاعدي من الوضع اللي هي فيه. وبعيدا عن أسرهم بين الأدغال والغابات وفوق قمم الجبال، يحرس جنود تونس البواسل حرمة الوطن، حدوده وسكانه. هؤلاء يقضون العيد بعيدا عن أسرهم التي تشتاق إليهم في مثل هذه المناسبات، مبجلين الواجب على لحظات من مع العائلة. أمن وسلامة البلاد والعباد هدف تسهر وحداتنا الأمنية والعسكرية على تحقيقه، وحدات كثفت من حملاتها المشتركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لدرء المخاطر عن بلادنا. يكون عيد ساعة لما نكون في خدمة الوطن، وذا واجب علينا مش مزية في خاطر تونس. مبروك لتونس الكل، إن شاء الله ربي فضل الأسر الأمنية، إن شاء الله تونس بخير. مرفوع القامة يمشي مرفوقا بعزيمته وإصراره على حماية تراب بلاده، عسكري حمل السلاح واعتلى الجبال وسهر الليالي ومضى في دربه وعايد زملائه وبادل أقرباءه التهاني في اتصال هاتفي، إلا أنه لم يبارح مكانه، فلأجل أن يمضي العيد بسلام تجند ورفاقه لأجل هذه البلاد. إن شاء الله عيد مبروك على كامل الشعب التونسي. وبالنسبة لهذا رو خدمتنا، معناتها خبزنا اليومي، معناتها معناش مزية على بلادنا، هذه بلادنا معناتها وراي تونس فوق كل اعتبار، وإن شاء الله يحيى شعب تونسي وتحيا تونس. احنا متواجدين على تخوم جبل سلوم، كي عايدوا تونس متفرهدين، احنا نسمو معايدين. كل عام وانتم حيين بخير، وتحيا تونس وتحيا تونس وتحيا تونس. لأجل فرحة شعبنا وسلامة وطننا تجندت قواتنا الأمنية والعسكرية في يوم العيد للذود على حرمة بلادنا. نادي رتيبي للتلفزة الوطنية التونسية، القصرين. وفي مثل هذه المناسبات تكثف مختلف الوحدات الأمنية مجهوداتها للسهر على أمن المواطنين. وقد أدى وزير الداخلية الهادي مجدوب زيارة تفقدية إلى الوحدات الأمنية العاملة، انطلقت من شارع الحبيب بورقيبة نحو مقر إقليم الأمن الوطني بتونس، ثم زار الإدارة العامة لوحدات التدخل وإدارة الحماية المدنية بن عروس وثكنة الحرس الوطني بالعوينة. الزيارة مثلت مناسبة لتهنئة الوحدات الأمنية بعيد الأضحى والاطلاع على مدى جاهزية الوحدات الأمنية وتثمين مجهوداتها. وتقاسم وزير الداخلية مع الوحدات الأمنية مأدوبة العيد، محفزا إياهم على مزيد العمل والتيقظ ومثنيا على مجهوداتهم. بطبيعة الحال أقل حاجة أن نكون موجودين مع العوين متاعنا، معناها في نهار كيف ما هكا تعرفوا يخليوا عائلاتهم ويخليوا صغارهم باش يجي يؤدي الواجب بتاعه، ما هيش مزية. وبالنسبة لنا زادة ما هيش مزية أن نكون موجودين معهم باش نتقاسموا كما يقولوا المناسبة مع بعض. بالنسبة للوضع الأمني بطبيعة الفترة متاع عيد الكبير واللي متزامنة بطبيعة الحال مع العودة المدرسية وفترة الحقيقة نوعا ما
نحبش نقول حساسة لكنها وكأنها جات في نهاية الموسم السياحي الموسم الصيفي توا نسميها العودة الإدارية العودة السياسية العودة المدرسية. بطبيعة الحال لابد أن يكون فما مجهود، لابد أن يكون المؤسسة الأمنية متواجدة وموجودة بكثافة. في البيت الحرام وفي أول أيام العيد يتم ضيوف الرحمن جملة مناسك تبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى ويتحللون من الإحرام تتويجا لرحلة الأيام المعدودات التي قضوها حول البيت المعمور متعبدين ومتقربين لله زلفى. ولمتابعة أوضاع حجيجنا الميامين ينضم إلينا مباشرة من المشاعر المقدسة الناطق الرسمي باسم البعثة التونسية سليم بالشيخ. سيد بالشيخ مرحبا بك، كيف هي أحوال حجيجنا في اليوم الثالث لمناسك الحج؟ مرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. احنا حجيجنا والحمد لله غادروا صعيد عرفات الطاهر يوم أمس يعني بنقل من الساعة 7:45 وإلى حدود الساعة 10:45 في ظروف عادية والحمد لله، ويتواصلون منذ الساعات الأولى لهذا اليوم على صعيد ميناء على مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة وإتمام المناسك المتعلقة بالعيد. شهدنا بعض الصعوبات خاصة المتعلقة بالخطة المرورية المعتمدة هذا العام والتي تحرص على سلامة الحجاج على مع تخلفية ما وقع في الموسم الخامس، ولكن الحمد لله في مخيماتهم في مشعر الله وفي ظروف يعني عادية نقول، لأنه يعني فينا صعوبات كما قلت في الأيام العظيمة الخطط المرورية أدت إلى أنه كثير أحيانا مسافات طويلة، وهذا قاعد يؤثر فيه بإشراف كل أعضاء البعثة التونسية. نعم سيد بالشيخ، تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الحجيج التونسي، ما هي أسباب الوفاة؟ نعم هو تجنى حالة وفاة قبل يوم عرفة يوم يعني كامل يوم كامل من الحجة يوم الزاوية رأى هوية من الجيب من دون جيب لتعكرات صحية حقا المستشفى اليوم الثاني من قدومها إلى اللقاء المقدمة القاد في قسم الإنعاش في مستشفى الزاهر تحت رعاية تنبية بالبعثة الصحية وفاة عرفات، والمرأة الثانية رحمها الله أيضا يعني توفيت فجر هذا اليوم الساعة 2 صباحا وهي أصيلة ساقط، وخرجنا بلاغ لوزارة الشؤون الدينية هذا اليوم يعني يعطي الهوية بتاع الحاجة السيدة. هذه امرأة بعد ما كملت حاجة بتاعها أول ما جمرت العقبة ودخلت المخيم وخلافت وقعدت في مخيم ميناء يعني حتى زملائها ومعها زوجها يعني خيبوها راكدة وهي يعني جت سكتة قلبية. نعم. الله تعالى أن يتقبلها مع الحجاج والمعتمرين وأن يرزق أهلها كل الثمر وكل الثمر. نعم، الناطق الرسمي باسم البعثة التونسية سليم بالشيخ، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. سيول هادرة من الذاكرين المستغفرين المكبرين تهاطلت على صعيد ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى منذ لاحت تباشير فجر اليوم الأولى بمكة المكرمة. أكثر من 1,850,000 حاج ترجلوا من مشعر مزدلفة الذي نفروا إليه مع غروب يوم أمس وقضوا فيه ليلتهم مصلين المغرب والعشاء جمع قصر. ترجلوا باتجاه ميناء على طول 5 كيلومترات وتدافعوا تدافع رحمة عبر جسر الجمرات اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رجم نصب الشيطان أو إتمام منسك ما يعرف برمي جمرة العقبة الكبرى. وقد توجه بعض الحجاج من مزدلفة مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة الذي يعرف أيضا بطواف الزيارة أحد أركان الحج في انتظار أن ينضموا لاحقاً لجموع رامي جمرة العقبة. وعقب إتمام رمي جمرة العقبة الكبرى يحلق حجاج بيت الله الحرام رؤوسهم أو يقصرون للتحلل من الإحرام وينحرون هديهم مستبشرين بقرب استكمال مشاعر الحج.
ثم يتوجهون إلى مكة لتأدية طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ليعودوا إلى منى أين يقضون الغد وبعد غد ويستكملون رمي الجمرات الثلاث. وقبل النفور إلى مزدلفة كانت حشود الحجيج قد أدت منسك الحج الأعظم بالوقوف أمس على جبل عرفة في يوم دعاء وتلبية توجه فيه ضيوف الرحمن بقلوب خالصة له يرجون رحمته وعفوه ويرسمون صورة مكتملة لاجتماع المسلمين من كافة الملل والنحل في مكان واحد على قلب واحد. لا شريك لك. من أوكد الاستعدادات لعيد الأضحى الحرص على سلامة الأضاحي والتوعية بأهمية الوقاية من المخاطر الصحية والبيئية التي ترافق هذه المناسبة. ومثل كل سنة تشدد وزارة الصحة على إحكام عمليات التصرف في الفضلات عبر وضعها في أكياس محكمة الغلق واحترام أوقات رفعها من طرف المصالح المعنية، خاصة وأنه في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة فإن الوضع البيئي يكون ملائما لانتشار الجراثيم والأمراض عند تصريف الفضلات بصفة عشوائية. كما تؤكد الوزارة على ضرورة احترام القواعد المثلى لاستهلاك لحوم الأضاحي وخاصة منها المتعلقة باحترام سلسلة التبريد وحفظ اللحوم في أكياس بلاستيكية ذات استعمال غذائي. وفي السياق ذاته وفي جزيرة جربة وأحوازها ذبح الأبقار هو العادة التي دأب عليها السكان، ومع إصدار المعهد الوطني للتغذية دعوة بعدم ذبح الأبقار هذه السنة بسبب مرض أصاب البعض من القطيع فإن عددا من العائلات لم تتنازل عن هذا التقليد، ولقد لجأوا للتثبت والاستعانة بالأطباء البياطرة لتأمين المراقبة الصحية قبل الذبح وبعده. ما أصدره المعهد الوطني للتغذية بدعوته أهالي الجزيرة والجنوب التونسي إلى عدم ذبح الأبقار كأضاحية ألقى بظلاله على أجواء الاحتفال بالعيد في الجزيرة، حيث تقوم غالبية أهاليها بذبح الأبقار كأضحية أو استغلالها في إحياء عادات وتقاليد غذائية ميزت الجزيرة منذ مئات السنين. من مراقبة طبية من يجي يراقبوا ويجوا والفلاحة جي الدور وكل شيء موجود، فماش معناها تو المرض انا حاجه ما ريتهاش سمع ما وريت تشبعين سمعت انا حتى في التلفزه فهمت ما حكوش على حاجه مع التخطيره ياسر. في جربه كل عام نذبحوا في جربه كل عام، معناها الحمد لله لا ثم مرض في البقر لا ثم حتى شيء، جت الفلاحه الدور والطب معاهم وما ثم حتى اشكاليه في بقري. تحذيرات المعهد الوطني للتغذيه، ولئن لم يربك اقبال المواطنين على اقتناء الاضاحي فان الكثير منهم لجأوا الى الاطباء البياطره لتامين المراقبه الصحيه قبل الذبح وبعده. المواطن في باله بها يعرف اللي يلزم مراقبة صحية للحيوان قبل الذبح وبعد الذبح، معناها كي سقيت يشوفها البيتري خاصة التوبركيلوز هذه السلم يعرف الفلاح، ومعناها نعملوا فحص للغدد اللمفاوية تاع الحيوان إذا كان ثم إشكال نعمل سيزي تاع بارتي والبقية يأكلوا للمواطن عادي ما ثم حتى مشكلة. ومن جهتها أجرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنينة زيارات تفقدية للأسواق وإسطبلات المربين. احنا كمندوبية قمنا بزيارة كل القطعان وكل نقاط بيع الأضاحي، ما لاحظناش علامات أو أي أمراض تذكر في الشأن هذايا. صحيح ظهرت بعض إشاعات فيما يخص أمراض الطاعون اللي هو غير موجود بالكل في أغلبية البلاد التونسية وخاصة في الجنوب التونسي مش موجود جملة، وحتى فإن وجدت فإن هذا المرض لا يمثل أي خطر على المستهلك. ومع ذلك تبقى الأضحية في جزيرة جربة عنوان صلة رحم وتضامن بين كل الأهالي. ويعتبر عيد الأضحى من المناسبات التي تتراكم فيها الفضلات والأوساخ، وهو من المشاغل التي تتزايد حدتها. ولمعالجتها صدر في الخامس من شهر أفريل الفارط بالرائد الرسمي قانون يتعلق بتغريم مخالفي حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، غير أن هذا القانون لم يطبق إلى حد الآن. في الروبورتاج التالي رصد لأسباب تأخر تنفيذ هذا القانون ورأي بعض التونسيين فيه.
هي مشاهد كانت بالأمس القريب تتكرر في شوارعنا، واليوم وإن قل وجودها في بعض الأماكن فإنها تركت المجال لمشاهد أخرى. أمل التونسيون أن تختفي عندما تمت المصادقة على تنقيح وإتمام القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، غير أن أشهرا مرت ولم يطبق هذا القانون. النصوص التطبيقية اللي نص عليها القانون هي توا بصدد الإصدار، ناحية أولى هذا إجراء ترتيبي. الإجراء الثاني اللي هو مادي، تأهيل الموارد البشرية الأعوان المحلفين خاصة اللي موجودين على الجماعات المحلية بالبلديات، يلزم تكوينهم وتحديدهم وتأهيلهم، وكلمة تأهيل تستوجب أنه فترة زمنية معينة باش يستوعبوا مقتضيات القانون، وكيف كيف زاد يستوعبوا الأوامر اللي باش تصدر يلزم يتمكنوا منها باش في تطبيقها تكون التطبيق بصفة قانونية. ووفق المنصوص عليه بهذا القانون، فإن الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية، وترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو الحدائق العمومية أو إتلاف الحاويات الموضوعة في الأماكن العمومية، تعد من الجنح التي يعاقب عليها مرتكبها، إما بخطايا مالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار، أو بخطايا إدارية أو بقرارات غلق وحجز إما لمعدات أو لمحلات. قانون سينطلق تطبيقه خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اختلفت حوله آراء بعض التونسيين. لازم يغرموا الناس الكل، كل كبير كل صغير، كل على بعضها باش تنظف البلاد، سينما تنظفش البلاد راهي. ثماش مجاملات لهذا فلان ولهذا فلتان، كل على بعضها عم بكرتي أبيه. احنا مع اللي باش يحاول، احنا معاهم. ما عندناش حتى ما نصورش باش التونسي خاطر هو اللي قاعد يلوح. تطبيق القانون باهي، لكن يلزم المواطن التوعية نتاعو، ويلزم المواطن يكون عنده ضمير، وإلا الموضوع عمره كان باش يطبق. قبل التغريم وقبل كل شيء تعطوهم بلايص باش يفرغوا فيهم، باش معناتك يتحاسبوا، فما علاش تحاسبوا. استعمال الكاميرا في الحدائق العمومية أو في مداخل المدن من الإجراءات التي قد تلجأ إليها البلديات لتطبيق هذا القانون، وقد تتحول بموجبه أكياس الفضلات المرمية على الأرصفة إلى نباتات تزين الطريق العام. وفي العيد وحتى لا ننسى أحبابا وأقارب فارقونا وسكنوا المقابر، واستعدادا لزيارة المقابر التي تؤديها عديد الأسر التونسية خلال أيام العيد، تتكثف حملات النظافة. كاميرا الأخبار استطلعت واحدة من هذه الحملات في مدينة المنستير. هي مبادرة لتنظيف مقبرة الإمام المازري بالمنستير ومجاورها من إزالة الأعشاب ورفع الفضلات والأوساخ، عادة دأب عليها متساكن المدينة قبل العيد بيوم حتى يتمكن الزوار من الترحم على موتاهم وتبادل تهاني العيد مع أناس آخرين بالمكان. ونشكر له معناها كل متسكنين المدينة عند معنا جينا لقيناهم متهيئين هنا وشاركونا في بنش الله، والحمد لله نقص ونقوش تنحى فرد مرة معناها الأوساخ المتراكمة، والكل كان المسبب فيها بكل صراحة هو المواطن. خاصة بالأساس أنك تلاحظ يعني المكان هو مكان سياحي ومكان يعني موجود في وسط مدينة المنستير وقادمين على عيد أضحى، يعني أكيد باش يشهد معنا زيارات المواطنين كبيرة برشا. دونك خرجت المبادرة هذه أن المكان هذا ننظفوه المقبرة كاملة، وحتى كي يجي المواطنين وتجي الأمهات باش يزوروا المقبرة أن يجدوا مكان نظيف. الأهالي والمجتمع المدني والبلدية كلهم مجندون لنظافة المقبرة وصيانتها للحفاظ على جماليتها. عندنا عمال وعندنا خدامة من الصباح الماضي ساعتين ونص كيك ماضي ساعتين يروح يوميا. بين البحر والعمران تلوح المقبرة ببياضها الناصع وهدوئها لتبقى حرمة الإنسان حيا كان أو ميتا قيمة ثابتة مشتركة، فرحمة واسعة لأهل المقبرة وعيدا سعيدا لروادها.
وفي معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة العيد مؤلم في أوساط عائلة الشاب وسام النصري الذي توفي مساء أمس بمستشفى الإصابات والحروق البليغة متأثرا بحروقه. وكان وسام النصري أضرم النار في جسده يوم الأربعاء الماضي بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، حادثة شهدت إثرها المعتمدية تحركات احتجاجية وحالة احتقان بين أهالي المدينة التي دخلت إثر ذلك في إضراب عام. وقام المحتجون بغلق الطريق والمطالبة برحيل بعض مسؤولي الجهة وبوقف ما اعتبروه سياسة التهميش التي تعانيها المنطقة. ووسط أجواء من التوتر أيضا احتفلت العديد من الدول الإسلامية بعيد الأضحى، وكانت المساجد والساحات العامة قبلتهم اليوم لأداء صلاة العيد. في مناخ يسوده التسامح والتآخي أدى ملايين المسلمين عبر العالم صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات العامة قبل أن يتبادلوا التهاني بهذا العيد الكريم. فعبر هذه البوابة، بوابة دمشق، عبر آلاف الفلسطينيين اليوم إلى المدينة القديمة في القدس وسط مراقبة من قوات الشرطة الإسرائيلية، حيث أدوا صلاة العيد في المسجد الأقصى دون تسجيل حوادث تذكر. وفي سوريا التي تنتظر بدء سريان وقف إطلاق النار المقرر بعد سويعات قليلة، أدى الرئيس بشار الأسد صلاة العيد في دارية التي استعادتها القوات الحكومية الشهر الماضي بعد أن أجلي منها مقاتلو والمعارضة. دعوات للمصالحة أطلقها الإمام الخطيب للم شمل السوريين في هذه المناسبة. وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، استقبلت مساجد العاصمة العراقية بغداد المسلمين اليوم لأداء صلاة العيد، حيث أدانت خطبها الأعمال الإرهابية التي تعرفها البلاد ودعت إلى الوقوف صفا واحدا أمام آفة الإرهاب. مصر أيضا لم تخلو شوارعها من إجراءات أمنية مكثفة لتستقبل ساحاتها العامة آلاف المصلين رجالا ونساء وأطفالا لأداء صلاة العيد قبل أن ينغمسوا في ذبح أضحيتهم واقتناء ملابس للمناسبة. المناسبة دي طبعا تيجي بنستناها من سنة للسنة، ولبس العيد و دي حاجة أساسية يعني عندنا كمصريين وكعادة طبعا، يعني بتختلف عن أي لبس تاني أنا بشتريه وفي أي وقت يعني. وفي إيران طغت الخلافات مع العربية السعودية وما تبعها من منع طهران حجاجها هذا العام من أداء فريضة الحج على خطبة عيد الأضحى في المساجد. وبعد ذلك وككل المسلمين توجه الإيرانيون إلى الأسواق لاقتناء أضحياتهم ونحرها. وفي العاصمة الأفغانية كابول، وبعد أداء صلاة العيد، تبادل المصلون التهاني بهذا العيد معبرين عن أملهم في أن تعرف بلادهم السلام والاستقرار. أتمنى السلام والسعادة لبلدي، وأقدم التهاني بعيد الأضحى لكل المسلمين. وفي هذه الساحة العامة التي تتسع لنحو 5000 شخص، تجمع المصلون أمام الجامع الأزهر في العاصمة الأندونيسية جاكرتا لأداء صلاة العيد قبل أن يتبادلوا التهاني بالمناسبة. أجواء عيد الأضحى وإن اختلفت في المكان، إلا أنها كانت هي نفسها تقريبا في كل بقاع العالم. في تطورات الوضع في ليبيا، استنكر مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية الهجوم الذي شنه مسلحون الليلة الماضية على موانئ الهلال النفطي شرق البلاد، واتهم بيان لمجلس رئاسة الحكومة اليوم من سماها بالقوات الأجنبية والمسلحين الخارجين عن الشرعية بالهجوم على الهلال النفطي بهدف تقويض الاتفاق السياسي وإرباك العملية السياسية. وطالب البيان المجتمع الدولي باعتباره الراعي للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية باتخاذ موقف أخلاقي وقانوني ضد الاعتداءات على مصدر رزق الشعب الليبي الوحيد. وأهابت حكومة الوفاق بكل الوحدات العسكرية التابعة لها في منطقة الهلال النفطي وأجدابيا بالتصدي إلى القوات الأجنبية وللمسلحين الخارجين عن الشرعية. في أخبارنا المتفرقة، وفي قرغيزستان انطلق مهرجان الألعاب البدوية العالمية، وشاركت في حفل الافتتاح فرق من كازاخستان وروسيا ومنغوليا وبلدان أخرى. وقد شهد المهرجان العديد من الألعاب التي اعتاد عليها سكان البلاد وتوارثتها الأجيال بهدف التعريف بتراث البلاد. وتتضمن الدورة منافسات في العديد من الرياضات على غرار المصارعة والرماية ورياضة ركوب الخيل.
بهذا نصل مشاهدين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وسط أجواء التكافل، التونسيون يحتفلون بأول أيام العيد، ورئيس الجمهورية يجدد الدعوة إلى إعلاء قيمة العمل. جنود تونس، البواسل والوحدات الأمنية تحتفل بالعيد في مواقع عملها وفي المناطق الحدودية لتأمين سلامة الوطن، وكاميرا الأخبار تشاركهم الأجواء. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على منى في أول أيام عيد الأضحى، والبعثة الرسمية تسجل وفاة حاجين. شكرا جزيلا على المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.